أعزائي المشاهدين، مساء الخير عليكم جميعا في حلقة جديدة من برنامجكم بنكمل بعض. مشاهدين الكرام، الإنسان بنيان الله، ملعون من هدمه، هدي نبوي من نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، لم يكن يوجهه للأمة الإسلامية فحسب، بل هو توجيه للإنسانية جمعاء. فإذا كان حديثنا اليوم عن عقوبة إزهاق الروح في القوانين الوضعية، فإن الكارثة الكبرى تكمن في العقوبة السماوية. فهل هناك خسران أكبر من الطرد من رحمة الله التي هي رجاء كل عبد من عباده؟ لذلك أوجه إصبعي إلى كل مغيب، عليك أن تفيق، فالأمر جد خطير. وتذكر دائما قول المولى تبارك وتعالى في محكم التنزيل، بسم الله الرحمن الرحيم، أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. صدق الله العظيم. أعزائي المشاهدين، ضيفي وضيفكم النهاردة إن شاء الله يكون معايا بعد الفاصل المستشار شريف صادق، المحامي بالنقد والإدارية العليا. هنتكلم عن جرائم القتل والبلطجة بعد الفاصل، انتظرونا.